تحية سامو مستشفى كليوباترا، وما زلنا شايفين ان احنا بدأنا دورة سرية من عند مستويات ال 3 جنيه و18 قرش، وما زلنا نبحث عن ردة فعل عنيفة من عند مستويات 78 فيبو. وخلونا نشرح نقطة بسيطة قوي مع بعض. اولا انا عندي منطقة نطاق، انا ما زلت عايز اكسرها. كل دي منطقة نطاق عندي، المنطقة دي منطقة انا المفروض اكسرها واسكر فوق منها عشان اقول ان كليوباترا رايح نحو مزيد من الاهداف، وهو بيصنع لي متاهة ملل. احنا بقالنا فيها تقريبا اكتر من سنتين داخل منطقة ملل، لكن لو انت مستثمر في كليوباترا على المدى الطويل دي منطقة جيدة جدا. كلها هي مناطق من 5 جنيه و40 قرش لحد مستوى 3 جنيه و70 قرش، دي مناطق اصلا استثمار انت بتحط فيها لوتو بتنساه لحد ما نكسر القمة المتشكلة عند 7 جنيه، وده احنا بنتكلم على المدى الطويل. طيب انا ليه بقول الكلام ده؟ لان انا عملت موجة اولى من الموجة الثالثة دي كلها. يعني الموجة الثالثة بدأت معايا المستويات دي، وده كله او بداية الدورة السعرية بدأت عند المستويات دي كلها، وبصح عند مستوى 78 فيبو. كل ما بكسر مستويات 78 فيبو برتد منها بقوة. ويا جماعة دي مش الموجة، دي مش اخر موجة، انا عندي موجة زخمها اقوى من الموجات السابقة، وعندي دورة سعرية انتهت عند المستويات دي اللي هي انتهت عند مستويات ال 5 جنيه و57 قرش، وصححتها كلها وبدأت دورة سعرية جديدة من مستويات ال 3 جنيه و18 قرش. لو احنا بصينا هنلاقي كل هبوط بيحصل عند مستوى 78 فيبو بيرتد بقوة وبشموع قوية، حتى الزخم البيع في المناطق دي بيكون ضعيف، بكسر بديل شمعة او بشموع ضعيفة وبعد كده بيرتد وقوة. ولو احنا بصينا كمان على اخر ارتداد الاقي انا عندي شمعة بفوليوم قوي قوي على فريم الويكلي، ودي بتدعم وجهة نظرنا وبشكل واضح جدا. طيب انا عايز ايه من كليوباترا؟ انا عايز مزيد من الصعود من المناطق دي، لان انا ما زلت في مناطق جيدة جدا، واحنا في اخر مرحلة قلنا طول ما احنا قربنا مستويات ال 4 جنيه 25 لحد مستويات ال 4 جنيه 12 قرش هي فرصة للتعزيز، وما زلنا ننتظر المزيد والمزيد من كليوباترا. اعلى من كليوباترا امتى؟ لو نزل وكسر لي مستويات ال 3 جنيه 70 قرش، واعتقد ده مش هيحصل. طيب خلينا نروح بقى على فريم الساعة ونشوف احنا فين. لو بصيت على فريم الساعه لان انا عملت دوره سعريه وعملت امبوس كمان، يعني عملت دوره سعريه قويه جدا، والموجه الثالثه كانت عندي عنيفه قوي. طيب انا قلت انا عايز تصحيح الموجه دي، ممكن التصحيح بتاعي يوصل لحد مستويات ال 61 فيبو، وعندي دعم قوي جدا لو انا بصيت حتى هو محترم الفيبوناتشي المستويات اللي احنا بنقول عليها. طيب انا هنا اهو لو بتكلم عن مستويات 50 فيبو انا ارتديت منها بقوه، واضح عندي اهو. وكمان انا عندي دعم قوي جدا عند 4 جنيه 7 قروش اللي هي اخر قمه تشكلت في المستويات دي. طيب انا ما زلت ببحث عن اشاره دخول، ورغم اني شايف ان المناطق دي مناطق استثماريه جيده، ولو بصيت الاقي انا عندي ضعف في ضعف في الزخم البيعي كمان في المناطق دي، وممكن يتعمق التصحيح اكتر، بس هيطلع يديني ممكن يديني صعود لحد مستويات ال 4 جنيه 45 قرش، وممكن يعمل لي ضلع وممكن ينفجر صعودا، لان احنا لو بصينا احنا عندنا تصحيح مكتمل جاي على شكل اي بي سي واضح اهو. طيب يبقى انا حتى لو صفقتي فشلت ودخلت من المستويات دي، على الاقل هاخد مستويات ال 4 جنيه 45 قرش لمستويات ال 4 جنيه 44 قرش. لكن انا لو مستثمر على المدى الطويل دي مناطق جيده جدا لو انا هقعد واستنى في مستشفى كليوباترا، خصوصا ان حصل عندي امبوز ممكن اصحح واخد دوره سعريه ثانيه اعنف واطول. وده اللي انا شايفه في كليوباترا على المدى الطويل، وشايف ان المناطق دي مناطق ممتازه جدا للاستثمار وعلى المدى الطويل، وما زلت شايف ان انا عندي مناطق ال 4 جنيه و70 قرش مناطق دعم قوي جدا جدا، واهدافنا كبيره. حتى لو جيت ابص على المدى الطويل ورحت تاني على الفريم اللي هو لي، الاقي ان انا اول هدف بالنسبه لي هيكون الهدف اللي هو الزيرو اللي هو عند مستويات ال 7 جنيه و5 قروش. ده يعتبر اول هدف انا ممكن ادور عليه، اللي هو بمعنى الصح يكسر لي اخر قمه تشكلت. هي صفقه عايزه نفس طويل شويه، لكن احنا بنتكلم على فرصه استثماريه طويله المدى وهتكون باهداف كبيره جدا، وممكن مع الوقت احنا نشوف كليوباترا في مستويات 11 و12 جنيه. وبالتوفيق.